تقدر تحس من ملامحه بقوته وأحلامه بمستقبل سعيد لبلاده. دي العبارة اللي وصف بيها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون شخصيتنا النهاردة. أما الرئيس الراحل أنور السادات فقال عنه أنه ضرب المثل الرائع في العروبة الأصيلة والعمل المثمر الصامت. الحقيقة اللي يزور دولة الإمارات النهاردة هيعرف أن الناس دي ما قالتش الكلام ده من فراغ، وأن الراجل ده يستحق أكتر من كده. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ما كانش شخصية عادية، لكنه كان قائد بمعنى الكلمة، مش لدولته بس ولكن للمنطقة كلها. كان شخصية مؤثرة حكيمة تلاقيها في كل المواقف، قدر انه يكتسب محبة واحترام الجميع، ومن النادر انك تلاقي شخص بيجتمع الكل على محبته زي الشيخ زايد. وفوق ده كله كان شعلة نشاط وعقل مخطط، والنهضة الكبيرة اللي بتعيشها دولة الامارات النهاردة كان وراها مسيرة كفاح وخارطة طريق وضعها زايد ومشي عليها اولاده ومن بعده. خلينا نتعرف على محطات المسيرة دي وملامح شخصية زايد من المعاصرين ليه. 1918 وفي قصر الحصن بمدينة أبو ظبي اتولد الشيخ زايد، وكان الابن الأصغر من بين 4 أشقاء لحاكم أبو ظبي الشيخ سلطان بن زايد. قضى شبابه في مدينة العين واكتسب صفات الزعامة والقيادة السياسية في وقت مبكر. علشان كده اتعين ممثل لأخوه الشيخ شخبوط بن سلطان في المنطقة الشرقية، وده كان سنة 1946. الفترة دي اللي امتدت 20 سنة كانت اختبار حقيقي للشيخ زايد في الحكمة، وظهرت فيها الصفات القيادية اللي كان بيتمتع بيها، وكسب محبة سكان المنطقة، خاصة وإن كان شديد التواضع وكان بيعتمد على مبدأ المشورة في كل قرار كان بياخده. الرحالة البريطاني الشهير والفرد ثاسجر اللي قطع صحراء الربع الخالي ووثق رحلته الشهيرة في كتابه الرمال العربية، قال إن الشيخ زايد رجل قوي البنية، لحيته بنية اللون ووجهه ينم عن ذكاء حاد، وعيناه ثاقبتان قويتا الملاحظة، وهو بيتميز بسلوك هادي وشخصية قوية. وقال كمان: لقد كنت متشوقا للقاء زايد، فله شهرة واسعة في أوساط البدو الذين أحبوه لسلاسة أسلوبه غير الرسمي في معاملته لهم ولعلاقاته الودية معهم، واحترموا فيه نفاذ شخصيته وذكائه وقوته البدنية، وكانوا يعبرون عن إعجابهم به فيقولون: زايد بدوي مثلنا، فهو يعرف الكثير عن الهجن ويركبها مثلنا، وهو ماهر في الرماية ويجيد القتال. الرحالة البريطاني منسيش كمان يسجل انطباعاته عن أسلوب زايد في الحكم، وقال: زايد رب أسرة كبيرة، يجلس دائما للأنصات لمشاكل الناس ويحلها، فيخرج المتخاصمون من عنده بهدوء وكلهم رضا عن أحكامه اللي بتتميز بالذكاء والحكمة والعدل. وكتير غير الرحالة البريطاني أعجبوا بالشيخ زايد، زي النقيب البريطاني السابق في قوة ساحل عمان أنتوني شيبرد اللي وصفه بأنه أقوى شخصية في الإمارات، وكمان العقيد هيو بوستيد اللي اتكلم عن كرم الشيخ زايد والإنجازات اللي عملها خاصة في منطقة العين. الإنجازات دي خلت الباحث البريطاني كلارنس مان يتنبأ بأن الشيخ زايد هيكون هو الحاكم القادم للإمارة، لما قال إن عدالته وروحه الإصلاحية وقدراته السياسية الفائقة هتخليه رجل البلاد المنتظر في إمارة أبو ظبي. الكلام ده كان سنة 1964. بالفعل اتحققت نبوءة كلارنس مان بعدها بسنتين، وتحديدا في 6 أغسطس عام 1966 لما اجتمعت عيلة نهيان وقررت اختيار الشيخ زايد علشان يكون حاكم لإمارة أبو ظبي. بدأ الشيخ زايد بإصلاحات واسعة في دولته، وكان أهم أولوياته التعليم والصحة وتطوير المدن والتنمية بمفهومها الواسع، وما فاتش كام يوم على تسلمه الحكم إلا وأعلن إقامة حكومة رسمية حديثة بالإدارات والدوائر. وفي سنة 1968 لما أعلنت بريطانيا نيتها سحب قواعدها من شرق السويس، انتهز الشيخ زايد الفرصة علشان يقوم بعمل عظيم كان يكفيه لوحده علشان يكون من أهم الشخصيات في المنطقة. العمل ده هو توقيع اتفاقية السميحة اللي فتحت الباب لخطوات كبيرة ومهدت الطريق لاتحاد الإمارات. ما عداش وقت كبير حتى أعلن عن قيام اتحاد الإمارات العربية بالفعل يوم 2 ديسمبر سنة 1971، وانتخب الشيخ زايد بإجماع حكام الإمارات 7
كأول رئيس للدولة الجديدة، وما وقفتش جهود زايد عند حدود دولته، لكن الراجل كان عنده أحلام كتيرة خاصة بمنطقة الخليج كلها، فنقل فكرة اتحاد الإمارات إلى المنطقة كلها، وكان لي الفضل في تأسيس مجلس التعاون الخليجي وهو الكيان القائم لحد دلوقتي. زي ما قلنا ان الشيخ زايد راجل بيجتمع الكل على محبته، مش بس الشعب الاماراتي لكن الشعب العربي كله، علشان كده مش غريب انك تلاقي شوارع باسمه في دول عربية وتلاقي منطقة كاملة باسمه وتمثال ليه في دولة زي مصر اللي كانت وما زالت بتربطها علاقة خاصة جدا مع الامارات. وكفاية نعرف وصية الشيخ زايد علشان تكتشف الراجل كان قد ايه بيحب مصر، وهو حب نابع من محبته للعروبة كلها. الشيخ زايد قال في وصيته: نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، وهذه وصيتي أكررها لهم أمامكم بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم. إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب حياة. مصر كانت من أول الدول اللي أيدت الاتحاد الإماراتي بمجرد إعلانه في المقابل. كانت الإمارات من أوائل الدول اللي سندت مصر في حربها مع إسرائيل في أكتوبر سنة 1973، ومحدش ينسى كلمته القوية اللي قال فيها: البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي. وكان مناسبة الكلام ده قرار قطع البترول عن الولايات المتحدة والدول المؤيدة لإسرائيل في حربها مع العرب، وقبل كده دعمت الإمارات مصر اقتصاديا بعد هزيمة سنة 67 وغيرها كتير من المواقف. كمان الشيخ زايد عمل مجهود كبير لمنع غزو العراق، وبشهادة عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية قدم الشيخ زايد مبادرة سنة 2003 لضمان الخروج الآمن للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مقابل تنحيه عن رئاسة العراق، وده بعد التهديدات الأمريكية بغزو العراق. بعد كده بعام واحد توفى الشيخ زايد، وتحديدا في يوم 2 نوفمبر سنة 2004، وخيم الحزن على المنطقة العربية كلها، لكن السياسة اللي حطها والطريق اللي رسمه لسه دولته ماشية عليه لحد دلوقتي، وكل يوم بنسمع عن قفزة جديدة لدولة الإمارات اللي كان بيحلم ليها بمستقبل كبير جدا. والنهاردة نقدر نقول إن الشيخ زايد هو الحاكم اللي قدر يوصل بدولته للمريخ.